يعني يحل السحر بالرقية وبالأدوية النبوية كالاستشفاء بماء زمزم، فماء زمزم شفاء سقم، وهذا يشمل جميع الأسقام بما فيها السحر. والتصبح بسبع تمرات عجوة، الكمال فيها أن تكون من عالية المدينة، ثم مما بين الحرتين من المدينة، ثم من المدينة مطلقا، ثم من العجوة من أي مكان، ثم من التمر من أي مكان. هذا علاج نبوي سواء لدفع السحر أو لرفع السحر. المسحور يتصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة، أحسن شيء أن تكون من تمر العالية في المدينة، فإن لم يكن فليكن من التمر الذي بين الحرتين في المدينة، يعني في حدود الحرم، فإن لم يكن فليكن من عجوة المدينة ولو في خارج حدود الحرم، فإن لم يكن فليكن من العجوة من أي مكان، ولكن من تمر العجوة الذي يسمى العجوة، فإن لم يكن فليتصبح بسبع تمرات من أي تمر ومن أي بلد. وكذلك الحبة السوداء، فالحبة السوداء من الأدوية النبوية، والحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستشفى بها، فيدخل في ذلك كل ما يعرفه الناس من طرق للتداوي بالحبة السوداء، أن يأخذ سبع حبات سوداء ويضعها في فيه ويغلق فيه ويطحنها طحنا، هذه أحسن طريقة للتداوي بالحبة السوداء. يأخذ سبع حبات قال المختصون لأن هذه هي المقدار النافع منها، يأخذ سبع حبات ويضعها في فيه ثم يغلق فمه ويطحنها بأسنانه وفمه مغلق، قالوا لأن أنفع ما فيها هو الزيت الطيار الذي يحصل أثناء الطحن، فإذا أغلق فمه فإنه يدخل إلى داخل الجسد. هذه طريقة نافعة وهي أنفع الطرق في التداوي بالحبة السوداء. أو طحنها واستنشقها، وبعض العلماء قال يأخذ خمس حبات ويطحنها ويستنشقها في أنفه، أو طحنها ووضع معها زيتا واستنشقها، أو أخرج زيتها ودهن به أو شرب منه. فالحبة السوداء شفاء، وكل ما عرف الناس من طرق الانتفاع بها يدخل في الحديث لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نسميها الأدوية النبوية، إذن عندنا الرقية وعندنا الأدوية النبوية. والأدوية المباحة، يعني الأدوية بالأسباب الحسية الظاهرة التي علم بالتجربة أنها تنفع ولا محظور فيها. الأدوية بالأشياء الحسية التي علم بالتجربة أنها تنفع ولا محظور فيها، فهذه أيضا يحل بها السحر. وإن جمعت معها الرقية فهذا أنفع وأقوى. ومن ذلك ما قاله عبد الرزاق، قال عبد الرزاق: وقال الشعبي لا بأس بالنشرة العربية، لا بأس بالنشرة العربية، يعني بالنشرة التي يفعلها الأعراب، النشرة التي يفعلها الأعراب.
قال: والنشرة العربية. والذي يظهر لي والله أعلم أن التفسير لعبد الرزاق، التفسير لعبد الرزاق، تفسير النشرة العربية. قال: والنشرة العربية أن يخرج الإنسان إلى موضع عظاه، أي إلى موضع فيه أشجار ذات شوك صغير، يعني في البوادي، إلى موضع عظاه، فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثمر يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به. هذه نشرة جمع فيها بين الرقية ونشرة العرب الأعراب. يخرج إلى منطقة، إلى البادية التي فيها الأشجار ذات الأشواك الصغيرة، ويأخذ من ثمارها ويأخذ من أوراقها، من يمينه شماله، من هنا ومن هنا، ثم يجمعها ثم يدقها دقا. كانوا يقولون بين حجرين، يدقها بأي طريقة حتى لو وضعها في الخلاط اليوم، ثم يصب عليها ماء، وإن كان من زمزم فهذا حسن، ويقرأ فيه الرقية والدعوات والتعوذات المباحة التي ليس فيها حرام، ثم يغتسل به ويشرب منه إن كان لا يضر. فهذا مما ينفع وجرب. ومنها ما قاله معمر في جامعه، حيث قال: وفي كتب ابن وهب أن تأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فتدقه بين حجرين ثم تضربه في الماء وتقرأ فيه آية الكرسي وذوات قل ثم تحسو منه 3 حسوات وتغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله. قال: وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. ذكر معمر في جامعه، والقرطبي في تفسيره، والحافظ في الفتح عن ابن وهب في بعض كتبه أنه قال: تؤخذ 7 ورقات من سدر أخضر. السدر شجر النبق المعروف، موجود في المدينة حتى في الشوارع موجود، ولكن يأخذ 7 ورقات خضراء، ليست الجافة عند العطارين، خضراء، ثم يدقها بين حجرين، أي يدقها دقا، ثم يضربه في الماء، يعني يخلطه بالماء، ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات قل، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول: يقرأ فيه آيات السحر والحسد مع آية الكرسي وذوات قل، يقرأ فيه الآيات التي ذكر فيها السحر في القرآن وآيات الحسد، ثم يحسو منه 3 حسوات، يشرب منه 3 حسوات. وبعض أهل العلم يقول: يترك تحت السماء، يعني ما يدخل في ثلاجة ولا شيء، يترك تحت السماء، ويشرب منه 3 مرات ويغتسل منه، فإنه يذهب كل ما به من سحر، ولا سيما فيما يتعلق بحبس الرجل عن امرأته أو تكريه المرأة في زوجها، فإنه ينفع. وهذا تتابع عليه العلماء، أوصى به ابن القيم، وأوصى به شراح كتاب التوحيد، وأوصى به شيخنا الشيخ بن باز، وقالوا إن التجربة
دلت على نفع ذلك. ومنه أيضا ما قاله حماد بن شاكر وهو أحد كبار العلماء كما نقله عنه الحافظ في فتح الباري. حماد بن شاكر من العلماء المتقدمين الكبار، له كتب. نقل عنه الحافظ في الفتح عن بعض كتبه أنه قال: وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع، أيام الربيع يعني أيام تفتح الأزهار والورود، قال: فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة، من ورد المفازة يعني الورد البري، الورود التي تكون في البر في الصحراء، وورد البساتين، يعني يجمع الورد من البر ومن البساتين، ثم يلقيها في إناء نظيف، ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيها ماء عذبا، ويجعل فيها ماء عذبا، ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليا يسيرا، ما يجعله يطبخ، ما يجعله حتى يفور، لا، يغليه غليا يسيرا، ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه. وهذا دواء مباح، فإن جمع مع هذا الرقية فهو أحسن، إذا جاء وقت الربيع وقت الورود يخرج إلى البرية ويجمع الورد، ويذهب للبساتين ويجمع من ورد البساتين ويصفيها، ويلقي هذا الورد في إناء نظيف فيه ماء عذب، ثم يغلي هذا الورد في الماء غليا يسيرا، ثم يتركه حتى يفتر، يذهب تذهب الحرارة عنه، فإن قرأ عليه آية الكرسي والمعوذات وآيات السحر وآيات الحسد فهو أحسن، ليجمع بين العلاج الحسي المجرب وبين الرقية، ثم يغتسل به، فإن هذا مما يذهب الله به السحر. فهذه أدوية مباحة دلت عليها التجربة مع الأدوية النبوية مع الرقى مع تعليق القلب من قبل ومن بعد بالله عز وجل، فمن فعل ذلك فإنه حقيق بأن يرفع عنه هذا البلاء. إذن كيف نعالج السحر علاجا مباحا؟ بالرقية. ما تحتاج يا أخي إلى شيخ، ما تحتاج إلى شيخ، المهم أن تقرأ القرآن على نفسك وأنت على يقين، إياك أن تقول أجرب، القرآن شفاء ما فيه تجربة، اقرأ وأنت على يقين، وكما يقول ابن القيم رحمه الله عن الرقى: إنما السيف بضاربه. اقرأ أنت، والقراءة على المسحور تحتاج إلى صبر، اقرأ ساعة ساعتين ثلاث ساعات في اليوم وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث على نفسك وعلى من تحب، وعوذهم وادعو لهم، واحرص على الأدوية النبوية. وأيضا يا إخوة، مما نعرفه أنه أثناء الرقية يظهر لك أين يكون الألم، أين يكون الألم، وقد تعرف ذلك أنت من نفسك بأن تضع يدك على أعضاء جسدك أثناء الرقية،
فهناك مواطن في الجسد لا يكاد من يرقي أو يرقى يصبر على وضع يده عليها، ربما قفز من مكانه لو وضع يده عليها. بعض الناس في الرأس الشعر، وهذا كثير في الناس، لو وضعت يدك وأنت تقرأ أو وأنت ترقي نفسك أو ترقي غيرك، وضعت يدك في الشعر تجد أن الذي يقرأ عليه يعني لا يطيق ذلك. هذا علامة على أن هذا المكان هو أشد الأماكن تأثرا. فإذا أردت أن تضع الزيت تضع عليه، إذا أردت أن تضع شيئا من الأدوية المباحة تضع عليه وتقرأ عليه ونحو ذلك. الرقية، الأدوية النبوية، زمزم، التمر، تمر العجوة، الحبة السوداء، الأدوية المباحة التي دلت عليها التجارب سواء الذي ذكرناه أو لم نذكره، بشرط أن لا يكون فيها حرام. ولا يقيد ذلك يعني بعدد معين، وإنما يفعله الإنسان حتى يذهب الله ما فيه إن كان مبتلى. فهذه أدوية مباحة ينفع الله بها من سحر إن شاء الله. نعم.